أسمراف وعمري 7 وبحب لون الأحمر، يعني لي في الحب وإذا واحد بيحب واحد بيرسم قلبه بلونه بلون الأحمر. هاي رسمة لجاي. خبرينا انت وعم ترسمي، شو عم ترسمي؟ بيتنا بسوريا. انت هيك بتحبي يكون بيتك؟ ايه. مش مثل هيدا اللي هون، ايه؟ بسوريا كان احلى من هذا البيت اللي هون. ليه هيدا البيت هيك؟ هذا لانه هون عم نعمله خشب، بسوريا نحن بنعمله من الحجار. ليه عملتوه من خشب هون؟ لا لأنه ما عنا هاي حجار. نحن يعني نقلنا بيتنا بسوريا، ما كان عنا سجر كبير تبعت زيتون، بعدين قوشوه واجت على بيتنا ووقع ورحنا. نقلنا أغراض بهاي سيارتنا. بيتنا لأنه أزرق وفي تخت أنت بتعرفي ليه أنت هون؟ إيه. وين؟ هون. هون وين يعني؟ هون بالحارة. شو اسمها هيدي البلد اللي نحنا فيها؟ لبنان. لبنان. هون بالحارة. شو بتعرفي عن لبنان؟ عن لبنان أنه متغير عن سوريا وبعيدة. أصحاب اللي جايين والمسارة. بس بحب الحياة هون، بلعب بالطابات وبنقعد حد السجار شو بدك تكوني لما تكبري؟ دكتورة. دكتورة أسنان تبصير. وين بدك تدرسي دكتورة؟ هون هون بحارتنا. شو بتعرفي عن بيتي؟ جوال. ما في عندي جوال، بحطه وبتفرج عليه. بعرف انه كان فيها مدينة ملاهي حلوة وكل شيء حلو هناك. شو بتعرفي عن بيتك؟ بعرفه لأنه ما بعرف شيء عنه. لبنان بلونه أخضر. الأخضر هو بيعني عن نفس الشجر، بيتفرع عن الأخضر والأزرق. الأزرق يعني أنه في سماء كتير بعيدة. أنا بحب أكون عصفور. بقول لك ليه؟ لأنه العصفور أحلى من كل شيء. لا بحب بكون فراشة.
لا لأنه بتطير فوق هي والعصفور، بتشوف المدينات الحلوة وبتفوت على البيوت وبتشم ورد، بتشوف كل المدينات، هي بتشوف سوريا ولبنان. انت بتعرفي شو معناتها حدود؟ الحدود لانه لازم بنبشوا السيارات، بحلم انه يكون ما في حدود ابدا. اذا ما في حدود بدي بروح على العذراء، وكمان بدي بعمل هنيك وبلعب هنيك وهاي. بصير كل شيء بدنا اياه. الجبل هي سوريا، فين بروح؟ بنعمر بنعمر بيت، هذا بطاطا، 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 هذا بطاطا،